أشادت شركة مطار البحرين بجهود فرق الإنقاذ والطوارئ في المطار وكافة الأطراف المشاركة في أعقاب التنفيذ الفعال والسلس لتمرين الطوارئ 15 الذي تم اختتامه بنجاح وبتعاون مشترك ضم هيئة شؤون الطيران المدني ووزارة المواصلات والاتصالات وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة شؤون الإعلام ووزارة الصحة وطيران الخليج وعددا من الجهات ذات العلاقة. تمرين الطوارئ 15 بمطار البحرين الدولي الرامي لاختبار حالات الإنقاذ والسلامة للطائرات المسافرة أو التي تحط بالمملكة سار بنجاح تام وسط مشاركة كبيرة من مختلف الجهات المعنية. وفي كل عامين يأتي هذا التمرين الضخم ويتم من خلاله تقييم القدرات والتأكد من نقاط الضعف والقوة في تطبيقه. التجهيز حق التدريب مثل بالحجم خذ حوالي 5 أشهر. عدد الإطفائيين اللي شاركوا من الدفاع المدني مطاف المطار كان عددهم تقريبا أكثر من 45. عندنا أكثر من 10 آليات مباشرة تتعامل مع الحادث، غير سيارة القيادة، غير 12 سيارة إسعاف، مفترض طيارتين هليكوبتر، لكن الجواب صراحة يعني بالنسبة لي ما قدرنا نستخدمهم. طعن شوط كبير استعداد معهم بخصوص التمرين هذه، ولو تشوف الجو يعني تفاجئنا، لكن لازم نتوقع الأسوأ. طائرة محترقة وركاب مصابون هو السيناريو الذي جسد خطة الطوارئ في ساحة المطار للنظر في كفاءة الاستعدادات الموجودة لمواجهة مثل هذه الحوادث. مديرية شرطة مطار البحرين عنده عدة أدوار في هذا التمرين، أحد الأدوار اللي هو تطويق مكان الطائرة والمساعدة في نقل المصابين والناجين إلى منطقة معينة يتم عزلهم فيها، ومرافقة طاقم الطائرة وتحريز أغراضهم في المنطقة. صعودنا حق الطائرة طبعا كانت في ذي المنطقة، حسب ما أفاد الكابتن أن في حريق في الطائرة، ما استدعى أنه ينزل في هبوط اضطراري. طبعا الحريق اللي كان موجود يعني كانت نسبته بسيطة، وتم رفع مخلفات الحريق من قبل طاقم مسرح الجريمة، وبالإضافة إلى تحريز العينات، وسوف يتم لاحقا تحويلها للمختبر الجنائي ليتم الفحص وملابسات الحريق اللي اندلع في الطائرة. ومن أجل أن يكون سير العمل حريصا على سلامة المسافرين بصورة آمنة ترقى لأعلى المستويات العالمية، يأتي في كل تمرين إعداد خطط مختلفة في معالجة أزمة وهمية والخروج بنتائج تساهم في تعزيز قدرات مطار البحرين الدولي في التعامل مع كل حالة. شغلة مطاف المطار البحرين هو الإنقاذ، طبعا هو الجهة اللي هي مثل ما يقولونها الفيرست ريسبوند على اساس على الموقع، بعدين الجهات الاخرى تأتي على الموقع اللي هي الجهات المعنيه. جهود مثلى وعمل دؤوب تقودها الدوله، ذلك ما يعزز صوره المملكه المشرقه في سعيها الدائم في توفير كل اسباب الامن والسلامه لكل من يعيش على ارضها. من أجل الوقوف على الجاهزية والاستعداد في حالات الطوارئ بمطار البحرين الدولي يأتي هذا التمرين مؤكدا حرص المملكة على سلامة المسافرين أو القادمين إلى البلاد. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.